إفطار أول يوم رمضان يجمع الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل. إليكم التفاصيل. شهد إفطار أول يوم رمضان 2024 جمع شمل عائلة النجم تامر حسني للمرة الثانية هذا العام، بعدما نشرت بسمة بوسيل صورة عائلية عبر حساباتها على الإنستغرام جمعتها وتامر وأبنائهم الثلاثة قبل لحظات من إطلاق مدفع الإفطار. بسمة بوسيل أشارت إلى الحساب الرسمي لزوجها السابق تامر حسني، ولأول مرة أشارت إلى حساب ابنتهما الكبرى تاليا وعلقت على الصورة قائلة: كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. وكالعادة توقع متابعوها عودة لعصمة تامر حسني، وهو ما سبق أن نفته بسمة أكثر من مرة. ويذكر أن أنباء عودة بسمة بوسيل لعصمة تامر حسني انطلقت مع اليوم الأول من العام الجاري، عندما احتفل النجم تامر حسني بحلول العام الجديد بصورة عائلية دافئة مثيرة للجدل جمعته بزوجته السابقة بسمة بوسيل وأطفالهم الثلاثة. وظهر تامر حسني بجلباب أبيض، بينما ظهرت ابنتيه بعباءة مغربية باللون الأسود. واحتضن تامر بسمة، ما أثار الشكوك متابعيه حول عودة الأخيرة إلى عصمته، خاصة وأنها صرحت بأن تجربة طلاقها كانت صعبة وقاسية. ولكن تدخلت بسمة لتؤكد أنها وافقت على التقاط الصورة من أجل أولادها، ونفت تماما عودتها لمنزل الزوجية.